بشكل سريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جروب لا تنسوا لايك سبسكرايب انستغرام تيك توك تحت فاصل. اليوم راجل لكم فيديو. في اليوم راح نتكلم عن واحد بشكل سريع، نتكلم عن مباراة مانشستر سيتي فولهام بشكل سريع يعني. اوكي، اول شيء اللقاء انتهى بفوز مانشستر سيتي 2-1 على فولهام. اللقاء كان صعب جدا وتعقد بعد طرد كانسيلو، والطرد كان مبكر لذا يعني خلى فترة طويلة فريق مانشستر سيتي يلعب 10 لاعبين، وهذا الشيء خلى بيبي جوارديولا يتفلسف اكثر بعد ما هو يتفلسف في التشكيلة. فهو انه لا يبدا يعني ما بدا لا بفودن ولا بروبن دياز ولا بيرنغهام، وانت بتلعب من فولهام. فولهام اللي ما يعرفه يروح يسال ليفربول عنه، فولهام اللي ما يعرفه يروح يسال ليفربول عنه. فريق عنيد وقوي عنده مدربيتش. والشيء الغريب ايضا المدرب ماركو سيلفا فولهام نجم الفريق هداف ميتروفيتش تلعب على دكه الاحتياط، تلعب فينيسيوس البرازيلي. لا هذا غريب، هذا غريب. ميتروفيتش هداف الفريق وروبن دياز اليوم ما يلعب، انت المفروض تلعبه. راح فلسفه من المدربين. بيبي جوارديولا بعد الطرد وراح عصب على كانسيلو شوي، وطالع ما عصب عليه ولكن قاعد يلومه، وهو قاعد يقول انا شايفه كانسيلو يعني شيء طبيعي يعني. ولكن انا بشوف صراحه ليش طرد، انا ما اذكر اللاعب كان عنده اصفر ولا لا، ولكن لو كان عنده اصفر اوكي صفره ثانيه وطرد، ولكن لو ما كان عنده اصفر طرد مباشر هشوف قرار الحكم يعني خاطئ. شوف هالاند بينقذ فريقه، نزل نقذ فريقه بس نزل داخل منطقة الجزاء، أصبحت العرضيات تأتي لأن في لاعب طويل عكس ألفاريز ما كان طويل. ألفاريز على طال ألفاريز قدم مباراة كبيرة جدا ورائعة. الرجل لولا إيرلينج هالاند فهو نجم مانشستر سيتي الحالي مع كيفن دي بروين، يمكن يكون هداف هداف الدوري الإنجليزي وهداف مانشستر سيتي لولا إيرلينج هالاند. لو هالاند مو موجود مع مانشستر سيتي راح تلاقون ألفاريز هو اللي تتسلط الأضواء عليه، ولكن للأسف يعني هو الأساسي هذاك الاحتياطي. الفارز اليوم قد أمس قدم له مباراة عالمية تاريخية استثنائية، ورجل سجل هدف. ولو بتلاحظون يا جماعة شلون الهدف يا رودري بيلعب تمرين لجوندوغان، بس وصلت الكرة لجوندوغان، شوفوا الفارز الآن من قلب الدفاع، بس وصلت كرة لجوندوغان تقدم فيها شوي، الفارز اتخذ قرار وراح وتحرك. جوندوغان عطاه التمريرة وراح وشالتها يا جماعة. عاد فينش عالم. بعيدا عن هذا فالفرز قدم مباراه كبيره، واخر مباراه في دوري الابطال اشبيليه فهو الرجل ساهم بثلاث اهداف، الرجل ساهم ثلاث اهداف في كل مباراه يلعب فيها، يساهم سواء باسيست او هدف، يكون نجم من نجوم اللقاء. هو نجم الان مع ايرلينج هالاند كيفن دي بروين. كيفن دي بروين يا جماعه نجم نجم نجم، وشلون كسب ركله جزاء بخبرته. والرجل ايضا صنع هدف الملغي مال هالاند الراسيه، شفت الاسيست شلون عطاياه كيف دي بروين، حتى كان يلعب المباراه جناح يمين يعني مركزه ما كان واضح وايد، ما كان بين الخطوط المساحه النصفيه. هذا نعرف كيف دي بروين المهاجم، لكن ياخذ شوي يمين. بعد الطرد ايضا شفنا يا جماعه ان رودري بيصبح قلب دفاع، وبرناردو سيلفا التعليمات عليه التواجد بين قلبين دفاع عشان انت تبني وتصعد بالكره. فشفنا قاعد يلعب نثان اكي ظهير يسار، رودري قلب دفاع مع اكانجي، ظهير يمين ستونز اللي قدم مباراه جميله، ستونز بالظهير الايمن قاعد ينسجم فيه. ايضا كان جي عندك يلعب ظهير ايمن في قلوبك الدفاع تلعب اظهر، حتى نثانا كي يلعب ظهير يسار، ولكن مو بالحده مثل اكانجي وستونز يقدرون يلعبون ظهير ايمن مثل ارسنال في بسالفه بنجامين وايت. بين وايت فممكن يكون ظهيرهم الايمن الاساسي ستونز، ووكر يعني 31 سنه. كيفن دي بروين نجم يا جماعه. فولهام ماركو سيلفا يعني صراحه ضيع المباراه نفسه، يعني انت مطرود من السيتي لاعب تخليه يمسك كره ويستحوذ ويداور ورا ويبني بشكل غبي، اضغط عليه اضربه بالثانيه رجل، اضربه بالثانيه على طول ولا تخاف. رجل قاعد يهاجم بست لاعبين، قاعد يلعب بعشره يعني حارس ويهاجمون بسته، يبغى ثلاثه بالدفاع اضربه المرتده يا رجل. ماركو سيلفا مدرب فولهام يعني انت ما طلعت منه لاعب مهم مثل جو كانسيلو، يا رجل حرك لك شيء، مستفيد من الطرد، ما استفاد فقط من الطرد ركله الجزاء سجلها ادريس بيريرا لاعب يونايتد السابق وبس. مباراة جميلة جدا من السيتي، جميلة يعني انت بتفوز. ليسي جوارديولا ستانلس بالفرحة قوية كانت باللاعبين السيتي وهالاند وجوارديولا، لان موعد مباراتهم باكر ديربي لندن، كان امالهم وايد بتشيلسي. طبعا الحين قاعد اصور بعد الديربي لندن فاز ارسنال 1-0، كان امالهم وايد بتشيلسي وان ارسنال في احتماليه كبيره انه يتعثر، مباراته صعبه ضد تشيلسي في ستانفورد بريدج، فكانوا يبون الفوز لان لو ارسنال تعثر الصداره لهم.
قاتل 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 ركله جزاء كسبها كيفن دي برون. هالاند طبعا هالاند يا جماعه ما ادري ايش فيه شوي توتر فيها ولا شنو، لو انا مكانه بهذا الظل شيء من الاجواء توتر اصلخها شوته بالتسعين. شنو الهدوء شنو الثقه شنو البرود اللي عندك يا ايرلينج؟ كان بيصيدها الحارس وراح واحتفل وهالاند يحسم القمة والفوز جاب مانشستر سيتي. هذا جاب الفوز. بس يا شباب اتمنى عجبك اليوم، لا تنسوا لايك سبسكرايب انستغرام تحت الوصف. مع السلامه.